ازيكم يا مواليد برج الحمل؟ يا رب تكونوا بخير. انا مريم. توقعات برج الحمل يوم الاربعاء 15 يونيو حزيران 2022. بالنسبه ليك النهارده يا حمل، هتحتاج انك تمارس سيطرتك بشكل كويس جدا، خاصه على كل اعصابك النهارده في اليوم ده، علشان تعرف تتقدم بشكل افضل وتتقدم حتى في الحياه، وتتحلى من خلالها بالصبر اللي انت مستني انك توصل ليه، وتصمم من خلاله ان كل ده هيخلي كل امورك ماشيه بطريقه كويسه وعلى ما يرام. ممكن تواجه شويه صعوبه طفيفه في تاقلمك مع الصعوبات اللي بتبقى في حياتك دي، لكنك هتعرف تتعايش معاها طول الفترة اللي جاية. بالنسبة ليك مهنيا النهاردة يا حمل، عليك بس انك تبقى بتتحلى بالصبر شوية والهدوء اللي بيعتبر شديد في الفترة دي، عشان تعرف تتعامل مع كل الاشخاص اللي حواليك، كونك اصلا هتبقى مهذب بطبيعتك ولطيف جدا مع كل الناس اللي حواليك. كل ده هيمكنك من انك تكتسب حسن نيتهم بشكل مثالي اكتر. بالنسبة ليك عاطفيا النهاردة يا حمل، ممكن تخلي شريكك يشعر بانك دايما مطلوب منك اكتر من اي وقت. خليك دايما بتعتني بالعلاقة الحلوة اللي ما بينكم، علشان تستثمر فيها اكتر وتلاقي نفسك فيها اكتر، وتقضي معاه كتير من الاوقات اللي بتعتبر سعيدة جدا جدا، علشان تعزز معاه الاوقات والترابط اللي بيعتبر اجتماعي اللي بيبقى حلو جدا ما بينكم خلال الفترة دي. بالنسبة ليك ماليا النهاردة يا حمل، ما ترتبكش، خاصة لو ما كانش قدامك اي موضوع تاني ممكن انت تخاطر بيه. لو كنت بتدفع قدامك الاموال بطريقة رائعة جدا في اليوم ده، اليوم هتحصل من خلاله على كتير من الحاجات اللي بتعتبر سهلة كتير في يومك ده وفي اموالك اللي بتعتبر مش متوقعة للفترة دي. كل ده هيساعدك علشان تتجاوز نفقات كتيرة جدا جدا كانت في طريقك الفترة اللي فاتت. بالنسبة ليك صحيا النهاردة، هتحتاج انك تنفق شوية من الفلوس اللي عندك على لياقتك وعلى سلامتك الجسدية والصحية. هتتجنب انك تاكل اطعمة باردة علشان ما تستسلمش لعدوى الحلق. دايما خليك بتفحص عينيك بطريقة دورية علشان ما يحصلش فيها اي تطور.